هبدأ بأنه مصر بشكل واضح تحمل سلطة الاحتلال مسؤولية المأساة الإنسانية ومسؤولية المزيد من تدهور وتفاقم الأوضاع. إلى أي مدى يستطيع الاحتلال أن يتحمل هذه المسؤولية أمام العالم؟ الحقيقة أنه يعني منذ بداية الحرب والاحتلال بيمارس تطهير عرقي وإبادة جماعية واضحة، وكان من بداية الحرب واضح جدا أنه يمارس حرب تجويع، لأنه في البدايات خالص كان كل شيء مغلق تقريبا، وأنه كان من الصعب جدا إدخال أي نوع من أنواع المساعدات للفلسطينيين، وهم تعاملوا زي ما وزير دفاعهم قال إحنا بنحارب حيوانات، واستخدم هذا اللفظ القميء يعني مع بدايات الأزمة، وبدأ يغلقوا كل المنافذ على القطاع. جاء دخول المساعدات بضغوط كثيرة جدا قادتها مصر، وتحول المعبر رفح إلى شريان الحياة للفلسطينيين المقيمين داخل هذا القطاع. طبعا انت حضرتك تذكر انه أول ما بدأت هذه الحرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا جدا، لأنه ما كانش باين للناس ما هي أهداف الحرب. هم حددوا لكن مش دي الأهداف، قال لك تحرير الأسرى والتخلص من حماس والتخلص من حكم حماس لقطاع غزة، بس مش دي انت هتدمر بقعة جغرافية بالكامل من أجل هذه الأهداف. لا، الواضح تماما كان من البداية هي فكرة التهجير، كانت فكرة ملحة، ولذلك مصر وضعتها خط أحمر على لسان السيد الرئيس، ده كان الهدف الرئيسي والأساسي. فعندما أفشل هذا الهدف ذهب إلى الهدف الثاني، وهو تجويع الشعب الفلسطيني وإجباره على أنه لا يستطيع أن يعيش داخل هذا القطاع. وده المنهج اللي اتبعته الصهيونية من زمان. بن غوريون له جملة شهيرة جدا، سنقول للعرب ارحلوا، وإن لم يرحلوا سنقتلهم، يعني يا إما تهجير يا إما القتل. هذه جملة ومدام منشورة، يعني صحيح. لا أقول شيء منشورة، على هو اللي كاتبها في مقالة في بدايات في الخمسينات يعني. فهذا نهج استمر. اتخذت مصر خطوات بناء على الخطوات اللي كانت تأخذها إسرائيل، وكان واضح جدا أنه مصر رافضة للتهجير، ثم رافضة لتجويع الشعب الفلسطيني، ورافضة لإبادة الشعب الفلسطيني بصورة واضحة، وده معناه الحفاظ على حيوية القضية الفلسطينية، أن تظل هذه القضية قضية قائمة. ومنذ سنوات طويلة جدا ومصر تقول أن أزمة الشرق الأوسط حلها الوحيد هو أن يكون هناك دولة فلسطينية على حدود قبل 4 يونيو 67، قبل أكتوبر مصر كررت على لسان السيد الرئيس عشرات المرات، وكان دائما أبدا الرئيس بيتكلم في هذه المسألة في كل المحافل الدولية وفي كل المناسبات وفي كل لقاءاته، اتكلم في ضرورة حل الدولتين. صحيح. مصر إلى حل الدولتين في الوقت اللي كانت مجمد كل شيء تقريبا عن القضية الفلسطينية، إلى أن وصلنا إلى أنه مصر تحمل طبعا الجزء اللي عمل زلزال، وفقا لوصف الإعلام العبري أنه مصر تنضم لجنوب أفريقيا في القضية في أمام العدل الدولي. الإعلام العبري وصفه بأنه ده زلزال، ويستحقون هذا الزلزال، لأنه ده جاي من مين؟ ده جاي من مصر. مصر بما لها من ثقل دبلوماسي وسياسي وقانوني، وهي البلد التي هي طرف رئيسي في كافة المفاوضات تاريخيا وحتى هذه اللحظة، أو حتى توقف كمان مسار المفاوضات.